من السعودية أروح بيك على الإمارات، تمام. مباراة نادي الزمالك في السوبر المصري، والبطولة دي شايفها إزاي؟ شايفها طبعا بطولة مهمة، بتأكد ان انت فرقة قوية، عندنا اسماء كبيرة، صحيح ثقة ان خلاص احنا احتفلنا الحمد لله، الناس هترجع التمرين، التركيز عندك وقت كافي انك صحيح تركز وتخش في اتموسفير الماتشات تاني، ترجع في الجو ده في التمرين بالتركيز والاصرار والتنظيم اللي انا شفته هناك، ايفن لو انت كسبان كمان بسيطرة صحيح كابتن عبد الواحد ومجلس ادارة موجودين واللعيبة الكباتن الكبار اللي في التيم، الحاجات دي بتكسبك. الناحية الفنية الزمالك قادر، يعني بالنسبة ليك انت كلعيبة في كل خط انت عندك لعيبة مميزة ولاعيبة، عندك كابتن عبد الله السعيد، عندك كابتن زيزو، عندك شيكا، عندك عمر جابر، مسلوسي، حسام عبد المجيد، عواد، عندك الجزيري، عشان ما انساش حدونجا، ناصر ماهر، الناس دي كلها اسماء تقيله في الملعب، خلاص خد الثقه صدقوا، هم مصدقين نفسهم اللعيبه، وده باين في الملعب، صحيح اداء الزمالك بيبان من اداء، خلاص انا لبست التيشيرت، عندي الثقه بنفسي، انا لعيب كبير بس انت في نادي كبير كان ناقصنا موضوع انك يبقى عندك الروح وتقاتل على كل كوره، وده حصل في ماتش النادي الاهلي، فلو اللعيبه صدقت ان الالتزام والروح هو اللي هيجيب البطوله هنجيبها، عشان هم من الناحيه الفنيه هم تقال قوي، صحيح لعيبه كبيره يعني بصراحه، صحيح فالثقه يبقى عندهم ثقه بنفسهم تاني وصدقوا نفسهم.